أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في الله، تقول أختكم في الله نون شين، أختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول امرأة حلف زوجها ألا تتصل بأهلها بالهاتف إلا بإذنه، لأنه لا بد أن تستخدم الصفر، حيث أن أهلها يسكنون في مدينة أخرى، ولكنها اتصلت بهم دون أن تستأذنه عدة مرات، وهي ذاكرة لليمين الذي حلفه عليها، وهو يمين عادي وليس طلاق، ثم أخبرته بعد ذلك بما فعلت، فهل عليها كفارة أم ماذا يجب عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، ينبغي للأزواج أن لا يضيقوا على زوجاتهم ويحرجوهن إلى هذا الحد الذي ذكره السائل، فإن المكالمة تلفون مع أهلها وأقاربها من الأمور التي تحتاج إليها، وقد تكون من الأمور الضرورية، فينبغي التسامح في مثل هذه الأمور. وأما ما ذكرته السائلة من أنه حلف عليها ألا تكلم أهلها إلا بإذنه، ولكنها احتاجت وكلمت أهلها بدون إذنه، فإنه يجب على الزوج أن يكفر كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار 1.5 كيلو لكل مسكين، أو يكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم.